قالت وكالة الأونروا إن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ مطلع الأسبوع خوفا من تقدم إسرائيلي في المدينة، غير أن جيش الاحتلال قال إن تقديراته تشير إلى أن نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من رفح إلى منطقة إنسانية في المواصي وخان يونس. في غضون ذلك كشفت مصادر إعلامية النقابة عن تقديم السلطة الفلسطينية عروضا للموظفين المستنكفين في غزة بمبلغ 3000 دولار شهريا مقابل العمل مع جسم حكومي بديل في غزة يشكله مدير المخابرات ماجد فرج، وذلك في إطار مساعيها لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. وذكرت هذه المصادر أن العشرات من موظفي السلطة المستنكفين وافقوا على العمل وأنه يجري التواصل مع آخرين، وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت مؤخرا أشخاصا وصفتهم بأنهم يتبعون لجهات مشبوهة سعوا إلى تشكيل أجسام أمنية بديلة في القطاع تتناغم مع مخططات الاحتلال. هذا وتطالب السلطة الفلسطينية بتسليم إدارة معبر رفح لها، إلا أن مقترحها الذي قدمته من خلال اللجنة السداسية العربية لم يلقى قبولا من بلينكن، كما أن نتنياهو عبر عن معارضته ذلك في مناسبات مختلفة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد عادل الحامدي الكاتب والإعلامي، كما أرحب بضيفي من اسطنبول السيد إبراهيم المدهون الكاتب والباحث الفلسطيني، كما أرحب بضيفي من القاهرة السيد عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. لو بدأت معك سيد عبد الله الأشعل، أمام ما يجري في معبر في مدينة رفح وفي المعبر تحديدا، واليوم هناك عملية تهجير كبيرة على ما يبدو لأهالي مدينة رفح، ما هو الموقف المصري المطلوب؟ الموقف المصري المطلوب أن معبر رفح ولا بد أن تؤمن مصر والحكومة المصرية والجيش المصري هذا المعبر لكي يقوم بمهمته الأساسية، وهي إنفاذ المساعدات المكدسة في العريش إلى إخواننا في غزة. ولذلك فإن عدوان إسرائيل على المعبر يعتبر عدوانا واحتلالا لأراضي المصرية، ولا يحق للسلطة الفلسطينية أن تطلب أن تكون الطرف الآخر في المعادلة، لأنه إلا إذا كان برضا مصر. مصر هي الأساس، إذا شعرت إسرائيل والولايات المتحدة أن مصر موقفها جاد فإنها سوف تلتزم الجدية في الموضوع، في التعامل في الموضوع. ولكن إذا لمست أن الحكومة المصرية تريد أن تتعاون مع السلطة ومع إسرائيل وتتجاوز المقاومة وإدارة غزة، فإن ذلك أمر آخر. يعني حتى اللحظة مع كل ما جرى و يعني إقدام دولة الاحتلال على ما أقدمت عليه وما زالت على الخط الحدودي بين غزة ومصر وهو خاضع لاتفاقيات كامب ديفيد، ولكن لم نجد حتى اللحظة موقفا مصريا جديا أو مهما، لماذا؟ الرئيس السيسي قبل ذلك عبر عن موقف مصري حازم، وأنا أطالبه بهذه المناسبة أن يلبي ما وعد به، وهو أنه يرفض تهجير الفلسطينيين، يرفض تهجير الفلسطينيين كمبدأ، ولكن إسرائيل وضعت الفلسطينيين في موقف يحسدون عليه، ونمرة اثنين أنه يرفض تصفية القضية الفلسطينية، لأن الفلسطيني إذا خرج من غزة
لن يعود إليها مرة أخرى، وبالتالي تكون القضية قد صفيت تماما. والدولة الوحيدة المسؤولة عن هذا الموضوع هي مصر، لأن مصر وضع المشروع الصهيوني لكي يفنيها، ووضع في غزة في فلسطين احتياطيا، ولكن إسرائيل في الواقع تعادي مصر تماما، ووجب على الحكومة المصرية أن تنفذ موقف الرئيس السيسي. إبراهيم المدهون، توسيع الهجوم على مدينة رفح واستمرار إغلاق معبر رفح، ما الأهداف، أهداف الاحتلال من ورائه؟ أولا تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدي مشاهدي قناة الحوار. اليوم نحن في مرحلة فارقة، أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل الجهود المصرية والقطرية وجهود الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى تهدئة، وأعتقد أن عملية رفح جاءت ردا على قبول حماس يعني الورقة التي قدمها الوسطاء، وهذا يعني تحدي للوسطاء وتحدي للجهود الدولية وحتى تحدي للولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الإسرائيلي قال بوضوح قبل هذه العملية أنه أعد عدوانا شاملا على قطاع غزة وحربا تستمر عام، وأن عام 2024 هو عام الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأنه غير معني بأي تهدئة وغير معني بالاستجابة لأي دور أو أي ضغط دولي. للأسف الضغوطات الدولية والإقليمية هشة جدا مقارنة بتوحش الاحتلال الإسرائيلي، ولهذا أنا باعتقادي أن أهم أهداف هذه العملية هو الانتقام من الشعب الفلسطيني، عملية انتقامية بحتة ليس لها أهداف سياسية، العمل على تقويض مقومات الحياة في قطاع غزة والاستمرار في تدمير المدن، وهذه هي اليوم هو الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي. الأمر الآخر هو إطالة أمد الحرب، والاحتلال الإسرائيلي إن كان قيادة سياسية أو عسكرية معنية بإطالة أمد الحرب، خصوصا نتنياهو وقادة الجيش، من أجل الهروب من محاسبتهم. أيضا نتنياهو يبدو أنه معني، وهذا أمر خطير للغاية وربما يكون داخلي، معني بإبعاد الجيش الإسرائيلي عن القرار، خصوصا أن وتهشيم وإضعاف الجيش الإسرائيلي وإشغاله بنفسه وإشغاله بحروب خارجية، ولهذا هو رفض أي عملية من عمليات يعني التهدئة. نحن نعرف أن قرار الجيش كان في وجه نتنياهو في إشكالية يعني الإصلاحات أو التغييرات القضائية، ولهذا أنا بعتقد أننا اليوم أمام مرحلة جديدة. الاحتلال الإسرائيلي يفكر بها بطريقة مختلفة، يتوحش بها بطريقة مختلفة، ولهذا ردود الفعل إن كانت المصرية أو الإقليمية أو الدولية ما زالت دون مستوى الذي يمكن أن تكون عليه أمام ما يحدث في قطاع غزة. طيب سيد عادل الحامدي، يعني تترافق العملية، عملية الاحتلال، مع تهجير جديد لأهالي مدينة رفح، ما الذي يسعى له الاحتلال من خلال التهجير هذا؟ طبعا بعد توجيه التحية لك أستاذ زياد مجددا ولمشاهديك ولضيوفك أيضا الكرام، بالتأكيد الاحتلال هو يسعى لفرض الأمر الواقع، وهو يسعى لمواجهة الفشل، وهو يهرب أيضا من مواجهة الحقيقة، وهي مواجهة أن هنالك شعبا فلسطينيا يعيش تحت الاحتلال، وأن القوانين الدولية تنصفه، وأن العالم جميعا يقف الآن إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم والمخالفات القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال. هنالك الآن انحياز شعبي وأكاديمي وسياسي حتى لصالح الحقوق والقوانين الدولية ولصالح أيضا الحقوق الفلسطينية. هنالك أيضا هذه المواقف التي عبر عنها المجتمع الدولي البارحة في الجمعية العامة للمتحدة، وهنالك أيضا كثير من المواقف الحقوقية تقول بأن ما يمارسه الاحتلال هو جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. ولكن ربما المهم في الهجوم على رفح ليس فقط هو إثبات فشل الاحتلال
على مدى الأشهر السبعة الماضية من الحرب في تحقيق أهدافه والهروب من هذه الحقيقة، وإنما ربما هو أمر آخر يتعلق يتعلق بمصر كذلك، ويتعلق باتفاقية كامب ديفيد، ويتعلق أيضا بمستقبل العلاقات الصهيونية المصرية ومستقبل العلاقات الصهيونية العربية. إلى حد الآن لم نلحظ ولم نرى موقفا جديا مصريا يوقف الاحتلال الصهيوني عند حده، ولم نلحظ أيضا موقفا مصريا جديا يترجم الالتزامات التي عبرت عنها القيادة المصرية في السابق، ليس فقط برفض تهجير الفلسطينيين، ولكن أيضا برفض أن تكون سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين الفارين من نيران الحرب الصهيونية. نحن أمام فصل جديد من فصول الهزيمة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها المعلنة منذ بداية الحرب، وأيضا في ضمن فصل من الفصول الجديدة لتصفية القضية الفلسطينية تحت شعار الاستمرار في الحرب على حركة حماس. طيب سيد عبد الله الأشعل، هذا الحراك الصهيوني على الحدود مع مصر، والحقيقة هو في كل قطاع غزة منذ بداية الحرب كثيرون يرون بأن الموقف المصري لم يكن كما يجب. اليوم إلى أي مدى الأمن القومي المصري بات في خطر برأيك؟ أنا أعتقد أن هناك مسافة بين حسابات الكرسي الحكم وبين مصالح الوطن المصري. المصالح الوطن المصري تقتضي تصدي لإسرائيل والدفاع عن الأراضي المصرية، والمجتمع المصري يرفض رفضا قاطعا أن تحل القضية الفلسطينية على حساب سيناء، وأن الجيش المصري قبل ذلك في 73 حرر الأراضي المصرية وعادها إلى حوزة مصر. فنحن لا نقبل مطلقا أن لأي سبب، كما نرفض في المجتمع المصري. المفروض أن المجتمع المصري ده فيه مؤسسات كتيرة جدا وفيه أحزاب وفيه رجالة، المفروض يرفعوا الصوت عاليا في هذه اللحظة ويطالب الرئيس السيسي بالوفاء بالتزاماته التي قطعها لنفسه. نعم، أشكرك جزيلا سيد عبد الله الأشعل مساعد وزير خارجية المصري الأسبق، كنت معي من القاهرة. سيد إبراهيم المدهون، في مثل هذه الحالات، حالات الحروب والفوضى، تظهر بعض الرؤوس كما يقال الرؤوس الخبيثة. اليوم يعني قبل فترة كان هناك حديث عن إرسال عناصر من المخابرات السلطة برئاسة ماجد فرج إلى قطاع غزة، محاولتهم التسلل. اليوم الحديث عن أنه هناك محاولة لتجنيد بعض الناس في قطاع غزة برواتب عالية، 3,000 دولار في الشهر لكل من ينضم إلى هذا الجسم. برأيك ما الهدف من وراء هذا المشروع؟ وفي البداية علينا التأكد من دقة هذه المعلومات، لأن هناك تقارير ربما تهدف إلى يعني حرف الأنظار وأحداث الإشكاليات وأحداث البلبلة، ولهذا علينا التأكيد على أن كل ما يمكن إصداره يجب أن يكون رسميا وموثقا. لكن بالعموم يجب علينا إدراك أنه من الصعب تجاوز الحالة الفلسطينية الداخلية والميدانية. المقاومة الفلسطينية ما زالت تسيطر على قطاع غزة 8 شهور من القتل المتعمد والجرائم الوحشية والتدمير الممنهج وضرب كل مقومات الحياة في قطاع غزة،
لم تجعل الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على سنتيمتر واحد من القطاع، بل بالعكس حتى خط الوسط الذي حاول التمركز عليه فيه الآن هو يدرك أنه بات مصيدة للمقاومة الفلسطينية، ومع عملية الزيتون إلا محاولة للتخفيف عن هذا التمركز الإسرائيلي من ضربات الهام. لهذا بأعتقد أن هذا أمر معقد وليس سهلا. طبيعة المجتمع الفلسطيني هي غير يعني ليست سهلة، لا يمكن اختراقها بسهولة، لا يمكن التجاوب مع مثل هذه المشاريع. بالإضافة أن الأرقام حقيقة التي تذكر يعني تحدث عن 3000، هذا رقم خيالي في قطاع غزة. الرواتب بالعادة هي يعني تكون $500 إلى 700 يعني بشكل كبير. ولهذا لا، أنا أعتقد إنه الأمر يعني يحتاج إلى تدقيق. في أمر آخر، إنه هل هناك محاولات؟ لا، هناك محاولات وتم رصدها، تم التعامل معها وتم وضع لها حدود. أي محاولة أخرى أعتقد أنه سيكون يعني المقاومة الفلسطينية قادرة على رصدها. ماذا يحدث في غزة اليوم؟ يحدث في غزة أن هناك لجنة طوارئ مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومن اللجان ومن بعض يعني القوى الوطنية، وهذه قادرة على التعايش أو استطاعت التعايش مع الهجمة الوحشية الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولم تحدث أي فراغ يمكن لأي قوة مهما كانت مسلحة بالمال أو بالعتاد أن تملأه. الجيش الإسرائيلي بكل هذه القوة وكل هذه التكنولوجيا لم يستطع أن يعني يتمكن من إدارة أو ترتيب قطاع غزة. الآن هناك محاولات إسرائيلية للتحدث مع وإيجاد بعض يعني الآليات من أجل الحكم، لكن يبدو أنه فشلت. أنا باعتقادي أن أي محاولة لتجاوز حركة حماس وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والجهاد الإسلامي سيكون صعب جدا بل ومن العسير. وأثبتت التجربة أن الشعب الفلسطيني شعب أصيل قادر على بناء نسيج أو استطاع بناء نسيج وطني من الصعب تمزيقه في هذه المرحلة، وأن قطاع غزة اليوم يمر صحيح في مرحلة خطيرة جدا، ولكن هذه لم رغم كل ما حدث لم يعني تفسح المجال لأي متطفل أو أي قوى يمكن أن تخترق ذلك. حاول الأمريكان فشلوا، حاولت بعض يعني الأطروحات الدولية وفشلت، حاول الاحتلال الإسرائيلي الذهاب إلى التحدث إلى بعض العشائر والعوائل فشلوا، حاولت السلطة الفلسطينية إرسال بعض يعني الأفراد وتم كشفهم وتم اعتقالهم، وحماس أرسلت رسالة واضحة أن أي خطوة أي دور بدون التنسيق معها سيفشل وسيتم وضع له حد. أشكرك جزيلا سيد إبراهيم المدون الكاتب والباحث الفلسطيني، كنت معي من اسطنبول. سيد عادل حامدي، أخيرا وباختصار لو سمحت، ما الذي تسعى إليه السلطة الفلسطينية، وخاصة هنا حديث عن ماجد فرج هذه المرة الثانية أو الثالثة ربما التي يذكر فيها اسمه في هذه المشاريع في قطاع غزة؟ هل هو هدف شخصي أم تماهن مع الاحتلال؟ طبعا لا شك أن الاحتلال وأعوانه بعد هذه الحرب الطويلة الأمد وهذه الحرب الشرسة التي لم يستطع فيها الاحتلال إلى حد الآن أن يسيطر ويهيمن على قطاع غزة وأن يديره، رغم كل ما يمتلكه من قوات عسكرية ورغم كل ما نفذه من جرائم على الأرض ورغم التعذيب والتنكيل بالفلسطينيين سواء الذين استشهدوا أو الذين تم اعتقالهم أو حتى الذين يعانون الآن من ويلات هذه الحرب، يسعى من خلال أدوات أخرى وهي الأدوات الوظيفية التي يمتلكها من أجل الحديث وإيهام الناس بأن الحرب تكاد تحقق تنجز أهدافها، وأن الخطوة التالية هي اليوم التالي، أي من سيدير قطاع غزة بعد إنهاء الحرب. وبالتأكيد السلطة الفلسطينية حليف استراتيجي، وهي أيضا الطرف المقابل الذي يعيش تحت الاحتلال منذ اتفاق أوسلو، ويسعى الاحتلال لإعادة ترتيب وإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية من أجل إعادتها إلى قطاع غزة. وقد جرب في ذلك بعض الزعماء العشائر أو تحدث عن زعماء العشائر في قطاع غزة، لكنهم رفضوا التعاون مع الاحتلال. نحن نتحدث عن حالة ربما في التاريخ موجودة، وهي حالة الشعب الفلسطيني أو الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال التي تستطيع أن
تنجز وأن تختار قياداتها وأن تضمن قياداتها وأن توفر الحاضنة الشعبية والاجتماعية لهذه القيادة. لذلك لا يمكن بعد هذه الأشهر الثمانية واعتراف حتى الاحتلال أنه في كل شبر يخرج منه إلا وتكون حركة المقاومة سمية حماس أو فصائل المقاومة هي من يدير تلك الأرض. وبالتالي أعتقد بأن هذه السيناريوهات هي جزء من إشاعة الوهم وجزء من ترويج خطاب النصر الموهوم للاحتلال وحلفائه. وأعتقد بأن المقاومة عبرت عن رفضها القاطع لذلك، والواقع أثبت بأن هذه الجهود مآلها في النهاية هو الهزيمة وعدم التحول إلى أمر واقع على الأرض. وبالتالي ربما تنجز بعض الشيء وهو أنه تثير بعض أوهام لدى الأطراف الوظيفية المتعاونة بالاحتلال، لكنها لا تحقق شيء على الأرض.